حضرتك احنا شايفين في انتظام للعمليه الانتخابيه وتواجد الامن وتواجد صناديق زجاجيه وحبر فسفوري و يعني كل وسائل اللي تؤدي الى الشفافيه. عندنا كل وسائل الشفافيه وكل وسائل التامين للمكان. وطبعا احنا بنشكر هيئه وطنيه للصحافه والطباعه والنشر ان هي وفرت لنا المناخ الديمقراطي او العرس الديمقراطي اللي احنا كلنا بندلي باصواتنا بدون اي ضغوط. طبعا بنشكر وزاره الداخليه ورجال الامن هم مامنين الموقع اليوم ككل. والحمد لله احنا نعتبر بنعيش عرس انتخابي بمعنى الكلمه بصراحه، ان هو يعني في ديمقراطيه عندنا بمعنى الكلمه، مفيش اي ضغوط ولا اداري ولا عامل ولا موظف، انه يدلي بصوته ويختار اللي شايفه الاصلح لمستقبل مؤسستنا العريقه. حضرتك شايف، انا شايف كمان ان العمال حريصين ان العمليه الانتخابيه شغاله، وفي نفس الوقت الانتاج عجله الانتاج، احنا عندنا المكنه شغال، وفي نفس الوقت بيحصل تبديل وتوفير من العامل واقف على المكنه بيطلع يدلي بصوته ويبقى حريص جدا، يمكن اكثر من الاداريين كمان، العامل اكثر من الاداري بيبقى حريص جدا يدلي بصوته ويختار الشخص اللي يلائم المرحله بتاعته، ومفيش عليه اي ضغوط نفسيه ان هو يدلي بصوته. والدنيا الحمد لله ماشيه كويس، وفعلا احنا يعني جو رائع يعني كزملاء واخوات مع بعض الحمد لله. هنستغل بقى الفرصه موجود مع حضرتك ونعرف المطابع، الاهرام قايمه على المطابع، او المطابع هي الترس الاكبر في المؤسسه، فعاوزين نعرف الفتره الاخيره ايه التطورات اللي شهدتها المطابع. احنا الفتره الاخيره المطابع شهدت تطورات كبيره جدا، تم استحداث او استقدام ماكينات حديثه، ماكينات سي تي بي اللي هي كمبيوتر تبليت، اللي هي بتصنع او تنتج اللوح الطباعي اللي هو يعتبر الاكليشيه اللي احنا بنطبع منه النسخ الورقيه. ودي المكنه يعتبر احدث ماكينات الجيل دوت. وعندنا جبنا ماكينتين ديجيتال ريكو، يعتبر احدث ماكينات في العالم لطباعه المجلات، المجلات والكتب والبنفلطات والكتيبات والكتب الشخصيه بكميات صغيره، تبدا من نسخه واحده لغايه 1000 نسخه. ودي كانت عندنا فجوه بالفعل في الجزئيه ديت، لان كان المكن بتاعنا ماس برودكشن الكميات الكبيره، فاحنا كان عندنا فعلا حته صغيره. اتفضل. فكان عندنا فجوه بالفعل في الكميات الصغيره ديت، والحمد لله احنا جبنا مكانتين ودلوقتي بيركبوا من احدى الجهات السياديه، وجال التدريب المهندسين عندنا، وان شاء الله يبقى في تطور هائل في صناعه الطباعه في مؤسسه الاهرام العريقه. وبالفعل احنا حتى المكانات القديمه بنرفع كفاءاتها، ومتواصلين مع الوكلاء في المانيا وفي فرنسا، وبالفعل بدانا نجيب خبراء اجانب، وحصل تطوير في مكانتين عندنا، وتم رفع كفاءاتهم لاكثر من 85 90%، وجاري رفع كفاءه بقيه الماكينات بالمطابع يعني. واحنا طبعنا ايمن احنا بتنتج كتاب الوزاره، بتنتج جميع انواع الكتب، الاجندات، المجلات، الكتيبات، السجلات، ايصالات الكهرباء، بننتج اللي هو السيرمر بيبر اللي هي الايصالات بتاعت الاي تي ام، يعتبر كل المطبعات التجاريه بننتج، نطبع مصحف، نطبع ستيكرز، بنطبع يعني كافه الشغل التجاري احنا بنعمله عندنا في المطابع. وان شاء الله الخير جاي باذن الله في الجمهوريه الجديده.